حافظتها قصيده الكاتبتها اول واحده هي اللي مو اول واحده اللي انعرفت صارت هويتك بذاك الوقت اي تقول هي موضوعها من تحب شخص لا تعرف اصدقائك عليه يعني حتى ما يجي يوم تصير مشاكل او انه واحد مثلا من اصدقائك ياخذه منك اي فتقول عيش لوحدك بس تسوي اللي هواك وخلي ربعك بعاد عليك من تعشق تجغيم وتضيع فيك وتنعاف ويروح عليك حقك وانت صاحب حق البلم تشي قلب اسود مغرق بالماي والقلب حنين بهالوقت يغرق الغصن شنه الحواها معلق ومسبوق يا المعلق بروح تسولف المعلق الغصن شنه الحواها معلق ومسبوق يا المعلق بروح تسولف المعلق صرخت عليك صرخة ومنها صرت تراب حيلة بشهجة الغرقان من يشهك ومن زرع الفلح ياكل بكيف الطير كل مني بعد قدامك مشبك من زرع الفلح ياكل بكيف الطير اكل مني بعد قدامك مشبق وقد النقلي دنقلي دنقلي اريدك شنها طخت راس اش صعد تفيدك نازل ودنك الحكاية تغت تنشتل فوق البال وتظل تذكرها دام غالي ما تعتك ومبين التعب برسوم من العيد التراب الفوق اسحق لونه صار ازرق حطنو يا الخذاك ويا الخذاك وسولف النعتاب وركز بالقصص يا اهل الكتارك الله عليك طبعا ناس يا بعض الابيات لان قصيده قديمه زين غرقتي بمن بحياتك الان البحر ليش تكابري الان البحر البحر ما يغرق انا ينغرق بي القريب على زهراء يعرفها شنو هذا الكبرياء لان انت شاعره ما تريدين تبينين ضعفش للناس حتى ما تشمت حتى ليش شنو ليش تعتبروا كبرياء ليش ما انه هي على شخصيتي هيك التركيبه يعني لا اكو تركيبه أو قوة التركيبه مو بالمعاناه اللي عشتيها زهراء شنو المعاناه ما عشتي معاناه كل بيت عراقي بمعاناه ما عشتي معاناه اكيد عشت وعشت والدليل انت عايشه الطفوله والمراهقه احلى من هسه اي عشت معاناتك استاذ نبيل اللي يكون تفكيره اكبر من عمره او عقله اكبر من عمره يتعب بالحياه هواي انا للاسف انه انا كان تفكيري اكبر من عمري فتعبت او علموني على انه انا اكون قويه واتحمل مسؤوليه ليش شنو ليش صار تفكيرك اكبر من عمرك هو انا هيك يعني هيك تركيبتي او هيك تربيت بالبدايه انه لازم افكر صح افكر اكبر من عمري لازم اتحمل مسؤوليه لازم اكون قويه لازم اكون بنيه وقت ما اكون بنيه ولازم اكون مثلا اتعامل ويا الرجال مثلا كرجال ما بين انه اني انثى او هيك لازم انا احل مشكله ف هواي شغلات افكر بيهن كنت ان اكبر من عمرهن اللي تعبني تمام او خلنا مثلا نتصرف تصرفات خطأ.